في القرآن الكريم. لكم دقيقة فقط. هذا سورة في القرآن. محمود في واحد مثلا ضعيف قدامه انا ما التفت اليه واعتبرت امام صليت وراه. السؤال: هل يجوز الاقتداء بامام الجماعه من دون معرفه واقعيه به؟ سيد يقول الامر موكول الى تشخيص المصلين، وإذا لم يكن مخالفاً للشرع مع رعيته. أيضاً هذا صاحب هذا المنهج يقول هناك بنود نحتاج إليها في تواصلنا، في مبادئ تواصلنا. خير يخص الشر قوم الوحيدين اللي آمنوا كلهم قوم يونس، لا يمكن أجري يلتك الحديثة. طلعت لي الثمر، لكن الشجرة الحديثة اجتثت من فوق الأرض. يعني احنا اجتثت مع الشر إمام، وبيتكم في فرق بين الإمام وفي فرق بين النبي. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، إذا تحقق الشرط الثاني. اسمه إيش؟ اسمه أبرهة الحبش. يوم بيتمر الكعبة. لكن لو قلت فصلي لربك وانحر، كانك تقول ويش؟ ضفت ويش ضفت على الله؟ يا فصلي لربك وانحر. ركعتان قنوت. اللهم صل على محمد وعلى Thank you.